بداية نود أن نعرض حديثا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الخيرية هنا في تعلم القرآن الكريم. خير الناس وخير من في هذا الكون من حفظ القرآن وحفظه لغيره، تعلمه وعلمه غيره، لأن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل. وحديث آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم القرآن حجت الملائكة إلى قبره كما يزور الناس البيت العتيق. الله، حديث مبشر. ونحن الآن في وقت حج وفي أيام معلومات، وهي العشر الأول من ذي الحجة، هذه الأيام الفضيلة التي لا بد لنا وحري بنا أن نغتنم هذه الفرصة بتعلم القرآن الكريم وبتدارس كلام الله عز وجل من حيث أحكامه وتجويده وتفسيره وقراءاته ورسمه وضبطه ونقطه وشكله وجرسه ومحتويات القرآن الكريم. وكل علم يخدم أو نستخلص منه خدمة القرآن الكريم. فبداية أحبابي في الله الشباب المنير، القرآن الكريم تعريفه هو كلام الله عز وجل المنزل من عند الله بواسطة أمين السماء وأمين الوحي سيدنا جبريل عليه السلام على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المعجز المتعبد بتلاوته، الصلوات وفي التلاوات، المعجز بأقصر سورة منه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله الله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن الكريم حينما نزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صحيح؟ نعم. هنا سؤال شيخ ميكائيل: حينما يأتي جبريل عليه السلام في غار حراء على سيدنا رسول الله وهو يتعبد، ومعلوم لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يا إسماعيل أمي لا يقرأ، لا يقرأ ولا يكتب، كيف يكون للإنسان أن يقرأ وهو لا يكتب؟ صحيح؟ نعم شيخنا. وكيف يكون له أن يكتب وهو لا يقرأ؟ ويقول الله عز وجل في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي أنك يا محمد ما كنت تتلو من قبل القرآن، من قبل نزول الوحي عليك، ما كنت تتلو قرآنا قبله ولا تقرأ ولا تكتب ولا تخطه بيمينك. متفقين؟ فيقول له جبريل: اقرأ. كيف يقرأ أو ماذا يقرأ وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ سؤال جميل. اقرأ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقرأ، مش ما أنا بقارئ، نو، لا،
ما أقرأ؟ إيش تحب؟ إيش تبغي؟ ماذا تريد أن أقرأ يا ملك يا جبرائيل؟ يقول له جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. من هنا نعلم أنه حينما قال له اقرأ يبقى عنده صلى الله عليه وسلم الاستقبال لهذا الأمر، وإلا ما يأمره يا شيخ محمد علي أن يقرأ لو أنه لم يستطع إلى هذه المهمة؟ ما أمره هذا الملاك وهذا الملك أمين السماء جبريل بأن يقرأ؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، عظيم. وفي سورة الرحمن يقول: الرحمن علم القرآن، ثم خلق الإنسان. سبحان الله، هو علم القرآن أولا ثم خلق الإنسان، أم يخلق الإنسان أولا ثم يعلمه القرآن؟ الله، جميل. نعم، انظر معي. نعم، تفهمون؟ نعم، الأستاذ المشاهدون. جميل. نعم. شيخ ميكائيل، الرحمن الله عز وجل علم القرآن. أحسن، علم ثم خلق الإنسان. سبحان الله، يعلم القرآن، أي أن القرآن موجود قبل الإنسان، ثم بعد ذلك خلق الإنسان، علمه البيان أي القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تفهمون؟ كلام جميل؟ نعم، كلام الله عز وجل وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.